زي عبد الله كده بس. تمام. يعني يا جماعه عايز اقول لكم قائمه الاهلي لمباراه الفيصلي برضو تاني، هقولها لكم تاني افكركم بيها. كابتن حسام بدري واخد معاه شريف اكرامي واحمد عادل عبد المنعم محمد الشناوي. طبعا القائمه نازله امبارح بس انا بفكركم بالاسماء يعني عشان اقول لكم ان شريف اكرامي دخل جديد، الدفاع احمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعه، محمد نجيب، صابر رحيل، علي معلول، حسين السيد، وباسم علي، علي معلول واحمد فتحي، ادي اثنين كمان يبقى ثلاثه مع شريف اكرامي. الوسط حسام غالي، حسام عاشور، اكرم توفيق، عمرو السوليه، عبد الله السعيد، صالح جمعه، عمرو بركات، احمد حمودي، واسلام محارب، واحمد الشيخ، ومؤمن زكريا في الهجوم، معاه كريم ندفد، وليد ازارو، عمرو جمال، اجاييه، وميدو جابر، واحمد ياسر ريان. يعني طبعا النجم الكبير عماد متعب طبعا خرج لاصابه، حظه بصراحه حظه سيء يعني. قايمه تخض اي حد بصراحه يعني، كل اللعيبه خلاص جاهزه دلوقتي يعني، ان شاء الله تبقى مباراه كبيره قوي النادي الاهلي يا كابتن سمير. طبعا يعني شايف الاسماء عامله ازاي قدام الاسماء حضرت. زادت قوه مع الاسماء اللي احنا عايزين نحييها اللي ادت ثلاث مباريات على اعلى مستوى، مع ان طبعا في اول مباراه هزيمه قدام الفيصلي، انما خسروا بشرف وحاولوا بيضيعوا اهداف، انما وعملوا ماتش كويس جدا، والهدف اللي جه عكس سر المباراه. فانا شايف ان اللعيبه اللي ادت ثلاث مباريات احنا بنحييها، وطبعا هنشجع اللعيبه اللي دخلت القايمه الجديده اللي عندها خبرات، بنقول لهم طبعا بالتوفيق، جود لك. انت دلوقتي عملت ميكس جامد جدا، كابتن حسام يقدر يعتمد على التشكيله الاساسيه، وده الواضح ان هو يعتمد على التشكيله الاساسيه. فانت لما تعتمد على التشكيله الاساسيه مع الاضافات اللي اكتسبت من البطوله العربيه، زي اسلام محارب، زي عمرو بركات، زي ازارو، بالاضافه للعيبه النادي الاهلي طبعا او كابتن حسام دخلها المعسكر، هتبقى فرقه قويه جدا. نادي الفيصلي انا شايف من وجهه نظر انه هيتعب من النواحي البدنيه رقم واحد، بالاضافه طبعا للنواحي التكتيكيه اللي كابتن حسام محفظ اللعيبه من اول السنه ان هو يقدر يعتمد على حاجات كتير قوي، وهيفاجئ فرقه الفيصلي لان هم ممكن ما يكونوش شافوا اللعيبه دي وهي جاهزه في البطوله العربيه او غير البطوله العربيه. فانا شايف ان هتبقى اضافه واللعيبه كلها جاهزه، بس هي احنا عندنا هنا بس مشكله عايز اتكلم عليها. احنا لو نجيب ما قدرش يلعب وسعد سمير بره السكور شيت او بره المعسكر، هتبقى عندك هنا مشكله، هتضطر ان انت تفضي مكان، يا تلاعب محمد هاني في قلب الدفاع جنب رامي ربيعه، او تلاعب باسم باك رايت زي ما هو وتدخل احمد فتحي كمساك تاني جنب رامي ربيعه. كابتن ربيعه لو حضرتك السؤال ده تحله ازاي؟ اللي هو تلعب بمساك مين لو في حاله السؤال طرحه كابتن سمير، في حاله غياب محمد نجيب او ان هو يشتكي من الاصابه بتاعته، تلعب محمد هاني ولا مين يا كابتن سمير؟ فتحي. احمد فتحي مساك تاني جنب رامي ربيعه ولا محمد هاني جنب رامي ربيعه؟ لا اصل بدل فتحي حطيته في القايمه وخدته معايا يبقى اشتغل بيه، بدل ده جاهز 100%، مش ممكن فتحي عاده، يبقى انا باسم ماشي كويس وادي لفتحي لانه بيجيد القلب ده انه قبل كده لعب، فاعوضه بفتحي. تمام كابتن سمير عايز تضيف حاجه؟ انا طبعا كابتن ربيع، طبعا فتحي عنده خبرات على اعلى مستوى، جوكر شفناه مع المنتخب بيلعب في وسط الملعب، بيلعب هاف رايت هاف ليفت، ديفندر تاني، بيلعب مساك، بيلعب باك رايت، عنده امكانيات تقدر تعتمد عليها. سمير خد نجيب معاه في القائمه يا بس لا لا خلاص. احنا بنقول يعني في حاله احنا بنطرح ممكن بقى لا 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 نجيب جاهز، نجيب جاهز. كنت سمعت ان هو يعني بيلف حوالين الملعب وبيفضلوا ان هم يريحوه المباراه، وكان اجهاد بسيط يعني. احنا برضه بنطرح حلول وحلو بالظبط. ففتحي احتمال هو يكون البديل لو نجيب ان شاء الله يعني يتشافى ويتعافى باذن الله ويخش القائمه. تمام كابتن ربيع، هل اللجوء الاساسيين ظاهره صحيه ولا ان انا ابدا باللعيبه اللي هي عايزه ومحتاجه وعطشانه وعمالين يعني يعملوا كل حاجه عشان يقولوا احنا؟ لا ده كمان مش محتاجه بس ده ثبت وجودهم، وخلي بالك هيبقى في مشكله كبيره جدا في مين الاساس ومين البديل. بالظبط. لا دي اصل انت قيمه الفلوس اللي بتصرفها وقيمه اللعيبه اللي بتجيبها عشان تلعب، مش تجيب 15 14 جايب عندك خلي بالك اكتر من 35 لعيب. حلو. دي حقيقه، انت لولا الاعارات اللي عاملها كمان عملت اربع خمس اعراض ويرجعوا لك اساسيين. تمام. فالنهارده انت كان قاعد صالح لان ما كانش فيه وقت كبير بتديه له، لما جه الوقت تالق. احنا النهارده بنقول صالح يلعب اساسي وعبد الله يلعب اساسي، عندنا بالزبط. مشكله هتلاقي بقى كده، خد بالك قيس على كل مركز اثنين مش هنقول ثلاثه، النادي الاهلي فيه ثلاثه حاليا ففي مشكله، فقصدي مشكله فنيا ان شاء الله تبقى
فوائدها كتيره وتقعد على الفرقه وطول عمر نجوم الاهلي كل واحد برضو يعني يلعب ما يلعبش يقعد ما يقعدش يغير ما يغيرش لاعب كره بس حلو. واخد بالك دي حقيقه حلو. ما دي الروح اللي ربنا بيكرمك بيها حلو. طول عمر نجوم النادي الاهلي بيبقوا كبار في تصرفاتهم قبل لعبهم يا ميدو فلا انا من وجهه نظري انا افكر في مباراه الفيصلي انت بتتكلم عن مباراه الفيصلي انا بفكر فيها بالنسبه للاساسيين عوده الاساسيين بس بكميه محدوده نسب طبعا يعني نسب كام يا كابتن من 10 لو انا فكرت في التشكيل بقى دلوقتي هشوف النسب لو هقعد يعني كم من 10 كم من 10 لعيبه كم من 10 لعيبه انت عندك عمرو بركات متالق جدا حالته المعنويه في السماء احرز هدف يعني يحسد على هدوءه وعلى تركيزه هدف ذهبي فعلا يعني بس عمرو تحطه بكره بديل تمام بديل واخد بالك انما انا بالنسبه للنسب ليا واخد بالك عارف النسب بالنسبه لنا بالكتير 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 قوي ثلاث لعيب ثلاث لعيب ثلاث لعيب وعمر بديل عمرو بركات عمرو بديل شايفه ليه يا كابتن بديل ليه لان خلي بالك بديل احسن ما بتديش بعمر هو ثبت وجوده لما بدا ما نهاز زي ما نزل لا كان ليه دور وليه مساحه وليه بوزيشن معين بيشتغل بيه وربنا كرمنا وسجل هدف وكان اضافه قويه جدا في لعيبه يا ميدو انت عارف ان ايه لما تكون بديل يبقى افضل ما احسن ما يبتدي وبعدين خلي بالك البديل اللي احنا بقى ايه عارفين قدراته الخارقه اللي بيشتغل بيها فنيا عشان نكسب بيها موجود حلو فما ينفعش في اتنين يعني في اكتر من واحد مكانه اساسي له شغل في بدايته يعني حضرتك النسب اللي بترشحها 3 من 10 3 ممكن 3 3 مين النسب كام اللي بترشحها يعني عشان عايز ارجع للكابتن ربيع الاضافات للتيم اللي كان بيلعب والتيم اللي راجع احنا الله يكون في عون الكابتن هتدخل كام على التشكيله اللي متواجده احنا هنقول الله يكون في عون الكابتن حسام البدري عنده فرقتين على اعلى مستوى بكل المراكز الناس جاهزه استفدت من كل الصفقات انما انا هقول اللي الكابتن حسام ممكن يفكر بيه أنا شايف في كل خط ممكن يحط لعيب يعني ثلاث لعيبة أو أربع لعيبة مش أكتر من كده، بالإضافة طبعًا لشريف إكرامي لو بيفكر إن هو كابتن ربيع يحط شريف إكرامي كأساسي برضه شريف عنده خبرات وعنده قدرة من العطاء وطبعًا لاعب عدد ماتشات كتيرة جدًا إنما طبعًا كابتن حسام أنا شايف مش هيدفع بأوراقه كلها يعني بكتير قوي خمس لعيبة تمام وهيعمل زي ميكس كده هينقي كل اللي تألق في الثلاث مباريات اللي فاتوا هيقدر يستعين بيهم وبخبراتهم وعطاهم الجيد اللي احنا بنشكرهم عليه بالإضافة طبعا للتغييرات زي ما الكابتن ربيع قال عمرو بركات عمرو بركات يعتبر هو هداف الفرقة جايب هدفين من عشان كده هدف في الوحدة وهدف في نصر حسين دايل الهدف الحاسم وانا شايف ان عمرو بركات لما يبدا من اول السنه ويعمل فتره اعداد ويشتغل ماتشات وديه والتجانس يبقى اكتر من كده مع الشغل الفني اللي معاه هيعمل اضافه جامده جدا للنادي الاهلي. حلو كابتن ربيع احساس اللعيب بالبطوله احنا بنلعب بطوله يعني بنلعب بطوله من خمس ست ماتشات احساس اللعيب بالبطوله بيختلف يعني انا اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي حست بجو البطوله خلاص وفهمت الدنيا وعندهم الاحساس وعندهم الدافع اللعيبه اللي جت عليهم مهما كانت نجوميتهم هل الاحساس مختلف ولا اللعيبه دي تقدر تدخل في اجواء البطوله بسرعه هو دخل في اجواء البطوله من فتره الاعداد وانت جربت يعني من اول انا بتكلم عن النجوم انا من اول يوم اللي هم كانوا مريحين مريحين وراجعين في وقت معين لان انا من وجهه نظري الجانب التنظيمي في الاداريات بالنسبه للمواعيد اللي من قبل وبعد دي مهمه جدا للاعب انا هديك النهارده 10 ايام يوم 11 اليوم ال 11 في التمرين عشان قدامك 10 ايام عشان قدامك كم دقيقة عشان قدامك كم تمرين عشان لو في حالة وصولنا لقبل النهائي مبرمج نفسه والنظام النادي الأهلي بحجمه وبطولاته وتصرفاته لازم يكون الدقة الغير عادية في 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 في, 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 في النظام يا ميدو تمام بالك فاللي أقصده إن هو جاي وعارف إن أنت قبل النهائي معناها قبل النهائي إن بطولة فلاعب النادي الأهلي مبرمج نفسه وهو دي اللي انا عايزها اجواء البطوله مش هتبقى يعني لا لانه انت بتتكلم على لعبه دوليه تمام